قولي لنا غير اشنو وقع، قولنا شنو وقع لك على المباشر. قال لك واش بصح تعديتو عليهم بالضرب؟ واقف هاو واقف السيد، شوفي هاو واجي هضر معنا عطينا عاش تصريح. ودابا حنا سمعنا كيقولوا بانك سيده ومن بعد تحولت لواحد الشجار. اه والسيد واقف سيده. وناخذوا من عندك تصريح، ناخذوا من عندك تصريح وديك الساعه ناخذوه من عنده. صافي عطينا التصريح بانك سيده عاديه. هاك سي حسون تفضل عطينا شي تصريح. ها لا شفنا صاحب السياره فينا من الطوموبيل اذا مشاهدي قناه شوف تي في اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء لحدود الساعه كيف ما كتشوفوا معنا هذا لاعب الوداد حسوني قام بحادثه سير هنا بهذا الحي من احد احياء مدينه الدار البيضاء سعيد سير حسوني قول لنا غير واحد الكلمه واش بصح هذا الشيء اللي وقع انك سيده ومن بعد ضربتو مع انتم اربعه هذا الشيء اللي بغينا نعرفوا الحقيقه وبغينا نسولوك انت وغنسولو حتى هو كلش دينا حنا راه بعرا كنا راه شوفك شوفك على صحته ولكن حنا كلش دينا راه بغينا نبقى واقف ولكن كيفاش توقعت هذه الحادثه يعني لا فوت منك ولا منه عطينا تصريح عادي عاود لينا شنو وقع انا باغي من عندك انت التصريح ماشي من عند البوليس عطينا واحد جوج دقائق من وقتك الى على خاطرك تحسوني قول لينا شنو وقع لا لا والله صافي راه عاودت لك شنو كاين والله عاودت لك ولكن علاش قالوا بانكم ضربتوه ها علاش كيقولوا بانكم ضربتوه راه هو واقف راه ما ضربوه هو باغي يتشهر باغي يتشهر على ظهرك الله يرحم ديال والديه صافي ما ضربوه خويا راه كنهضروا معاه هو راه يقدر يدوي معنا راه هو اللي كنهضروا معاه راه خويا مشرفينا خويا ماشي صح هذيك شي دار الصح هذيك تمشي بالعن اه بالخاطر داك الشيء اه خويا في هذه اللحظات حادثة سير بين لاعب الوداد البيضاوي الحسوني وأحد الأشخاص ولكن ما سمعتوا معنا وشرح لنا بأنها حادث عادي عكس ما أشيع أنها تحول شجار بالأيادي
اذا مشاهدي قناه شوف تي في مره اخرى، احنا الان كنتواجدوا باحد الاحياء بمدينه الدار البيضاء. الآن حضور رجال الأمن لعين المكان من أجل معاينة الحادثة. (تصفيق)